الرايل، وكانت هنالك من حضرت شواهين من هجن الرئاسة بقيادة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، من قدم لنا شواهين وشواهين على المركز الأول والمركز الثاني ليحقق هذا الانتصار المميز وكعادة لهذا المضمر العملاق. نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه التحديات. الشوط الثاني والشوط الأول الرئيسي الخاص بفئة الحول المهجنات الأصايل، المركز الأول المقدمة هنالك مثيرة، مثيرة تتواجد على المركز الأول من مؤسسة هجن الرئاسة، يتواجد عوض بن مبارك المهيري مع انطلاق مثيرة. المركز الثاني تتواجد مشكورة القادمة من مؤسسة هجن الرئاسة والبارع عيسى بن أحمد بن مايد الأخيل يتواصل على المركز الثاني، بينما المركز الثالث مرحبا بشواهين وقدوم شواهين ومن يقدم لنا هذا الاسم الكبير محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتواصل على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هنالك ايضا شواهين تتواصل بهذا الاداء وبهذا العطاء الجميل والمميز ايضا بقيادة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتواصل على المركز الثالث والمركز الرابع والمركز الخامس. شواهين من هجن الرئاسة ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتواجد الشهم محمود، بينما المركز السادس هنالك مشكورة من مؤسسة هجن الرئاسة والبارع عيسى بن أحمد بن مايد الأخيلي يتواجد هنا على سادس التحديات. المركز السابع أيضا تتواجد مشكورة من هجن الرئاسة وعيسى بن أحمد بن مايد الأخيل يتواصل هنا على مستوى المركز السابع. ثامن التحديات أتابع هنالك سلهودة القادمة بشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبة الحميري، من يتابعها في عملية التضمير والمتابعة. ثامن التحديات هنالك الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد سبوسي، من يتواصل هنا على المركز الثامن. وتاسع التحديات احضرت حضور لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وهنالك محفوظ بن خميس الجنيدي، يتواجد الزعيم العيناوي مع هذا الأداء الجميل والمميز. المركز العاشر ختام هذه الجولة هنالك سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم والمضمر طارش بن مبارك بالقوبع الحميري في عملية التضمير والمتابعة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للعشرات المراكز الأولى. نعود بحضراتكم إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى الانطلاق الأول والاندفاع الأول، وهنالك شعارات هجن الرئاسة، شعارات هجن الرئاسة المسيطرة على المراكز الأولى، المسيطرة على الستة المراكز الأولى باختلاف المضمرين الخبير والبارع والبروفيسور وأيضا هنالك المضمرين المتواجدون، ولكن الصدارة، الصدارة والمقدمة هنا بقيادة الخبير، من انطلق مع مثيرة، من قدم لنا مثيرة بهذا الأداء الجميل من مؤسسة هجن الرئاسة عوض بن مبارك بن سعيد المهيري، من يقدم لنا اسم مثيرة على المركز الأول. المركز الثاني مشكورة تواصل العطاء، تواصل التحديات، تواصل الحضور المميز لشعار هجن الرئاسة بقيادة بارع المضمرين عيسى بن أحمد بن مايد الأخيل، يا سلام، يقدم لنا مشكورة على المركز الثاني. تسللت الآن، انطلقت، استلمت القيادة، استلمت الريادة، استلمت زمام الأمور. هنالك مشكورة من مؤسسة هجن الرئاسة وبارع المضمرين عيسى بن أحمد بن مايد الأخيلي. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث وأتابع القادمة، هنالك شواهين، شواهين من هجن الرئاسة ويقدمها محمود بن محمد بن سالم الوهيبي البروفيسور في عالم التضمير في عالم الأصايل، يصل هنا مع انطلاق شواهين على المركز الثالث وشواهين على المركز الرابع، المركز الخامس
هنالك مشكورة القادمة وحاملة لهذا التحدي ورافعة لراية التحدي هنا على المركز الخامس يقدمها البارع عيسى بن أحمد الماي الخيالي، بينما المركز السادس هنالك المركز السادس هنالك تتواجد شواهين من مؤسسة هجن الرئاسة، يتواجد البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز السابع المركز السابع هنالك سلهودة القادمة بشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع الحميري، ولكن مشكورة تسللت إلى المركز السادس. يتواجد عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي من يقدم لنا مشكورة في هذه اللحظات. نتواصل هنا مع انطلاق سلهودة على المركز الثامن، يتواجد هنالك المضمر طارش بن مبارك بالقوبع الحميري، وايضا القادمة حضور لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان من يقدم لنا حضور في هذه اللحظات على المركز التاسع والمركز العاشر. ختام هذه الجولة وختام ندائنا الثاني لمسيرة هذا الشوخ مع الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم سعيد بن عبيد السبوسي القادم على المركز العاشر. هذه النتيجة وندائنا الثاني لمسيرة هذا الشوط. وصلنا جسر العبور، جسر التحديات، جسر النواميس وشعارات هجن الرئاسة المتربعة على عرش الصدارة وعرش المقدمة. القيادة هنالك مع مشكورة، القيادة مع البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي متقدما على الصدارة وعلى المركز الأول من خلال تواجدي مشكورة بهذا الأداء الجميل والمميز. المركز الثاني هنالك الخبير متواجد مع انطلاق هذه التحديات، يتواجد عوض بن مبارك المهيري مع مثيرة على المركز الثاني. يا سلام، ولكن القيادة بدأت بالانطلاق، بدأت بالاندفاع. هنا مشكورة من هجن الرئاسة بارع المضمرين عيسى بن أحمد بن ماي الخيالي من يقدم لنا هذا الاسم الكبير والمميز على الصدارة على المقدمة. هنا بدأت بالانفراد وبدأت بالانطلاق. المركز الثاني تتواجد مثيرة من مؤسسة هجن الرئاسة، يتواجد الخبير عوض بن مبارك المهيري يحمل التحدي الثاني هنا، بينما المركز الثالث وصلت شواهين. مرحبا بك يا شواهين ومرحبا بقدومك هذا الاسم الكبير والمميز. يا سلام، وصل البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي ليقدم لنا شواهين التي تحتل المركز الثالث. وحذاري من هذا الاسم، بينما المركز الرابع هنالك مشكورة القادمة بشعار هجن الرئاسة يقدم لنا مشكورة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. 2 كيلومتر ما يفصلنا عن خط النهاية، ما يفصلنا عن المقصورة الرئيسية، ما يفصلنا عن النواميس. المركز الخامس شواهين لهجن الرئاسة ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الخامس. ولكن نعود بحضراتكم، نعود هنا إلى التحديات، إلى الإثارة، إلى المتعة، إلى شعارات هجن الرئاسة وإلى إبداع مضمريها. المقدمة مع مشكورة، القيادة مع مشكورة، المتابعة من مثيرة وأيضا شواهين، ولكن مشكورة على الصدارة، مشكورة على المركز الأول. يقدمها احد البارعين، احد المبدعين، يتواجد عيسى بن احمد بن مايد الخيالي. يا سلام بهذا الاداء الجميل والمميز. اول اشواط المهجنات على صايل الشوط الرئيسي الاول، لمن يسجل؟ للبارع ام للبروفيسور ام لهنالك للخبير؟ ولكن حضرت شواهين ومن لها عادة ما تخليها، اوصلت في هذه اللحظات على المركز الثاني. يقدمها البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، يتواجد مع هذا الاسم الكبير والمميز في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. ولكن مشكورة لا زالت مسيطرة على المركز الأول، لا زالت على مقدمة الشوط. الكي
كيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو التحديات، كيلو الناموس، وهنالك مشكورة وشواهين، شواهين ومشكورة لمن الناموس، لمن الفوز والانتصار، البارع البارع، وهنا البروفيسور، يا سلام، شواهين 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 ومشكورة، ولكن شواهين مشكورة من الجانب الأيمن لم تصدر عليها الأوامر، يقدمها البارع عيسى بن أحمد بن مايد الأخيلي، ولكن هنا أبقى مع انطلاق شواهين، شواهين التي تتواجد على المركز الأول، على القيادة، تقترب من خط النهاية، تقترب من الناموس، جولة التحديات، جولة الأوامر، انطلقت الآن شواهين صاحبة الإنجازات، صاحبة السجلات على المركز الأول، المركز الثاني أيضا اسم لا يقل أهمية عن اسم شواهين، هنالك مشكورة، البارع عيسى بن أحمد بن مايد الأخيلي، ولكن شواهين تنتزع الشوط الرئيسي، الشوط الاول للمهجنات، الاصايل للمرة الثانية على التوالي، البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن البارع الامتار الاخيرة، الامتار المجنونة، ولكن شواهين تهانينا، والناموس المركز الثاني، وصلت مشكورة. المركز الثالث هنالك شواهين من نجد الرياسة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، المركز الرابع مشكورة، قدمها عيسى بن أحمد بن مايد الأخيلي، وخامس التحديات وصلت مثيرة من هجن الرياسة عوض بن مبارك المهيري، من وصل هنا على المركز الخامس. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مطريات وتحديات هذا الشوط، كانت المنافسة والتحديات حتى خط النهاية، من اللحظات العادة لحظات الانطلاق، وكانت التحديات منذ الكيلو متر الأخير ما بين مشكورة وما بين شواهين، ما بين البروفيسور وهنالك البارع، تهانينا والناموس، لحظات العادة هنا، لحظات الفوز والانتصار. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام كما تشاهدون على شاشة قناة أبوظبي الرياضية، مشكورة وشواهين، هنا الدخول الجماعي على المركز الأول، نحيلها إلى لجنة الخط والتحكيم، تهانينا والناموس لمن قدم شواهين ولمن قدم مشكورة. عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، التوقيت الأفضل 12 دقيقة 34 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس للبروفيسور وللبارع على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، المركز الثالث، وصلت هنالك شواهين بتوقيت 12 دقيقة 43 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.